كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم رح نلعب لعبة فيك اكس تي، واليوم طبعا زي ما شفتوا بالعنوان قلت لكم انه حصلت على هدية. رح تسألوني اسراء شو هي الهدية؟ اليوم يا جماعة رح اخبركم شو هي، كمان كيف حصلت عليها وكيف انتو كمان تحصلون عليها بكل سهولة، وكمان فيها تصير معكم بالحياة الواقعية. اوكي، بس قبل ما نبلش هذا الفيديو طبعا ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة واحتراك للفيديو، كمان طبعا سووا لي فولو على الانستغرام تبعي مشان نوصل ل 10000 فولورز. هلا ما رح اقول لكم 8000 كالعاده، لا، لانه وصلنا ل 8000، وشكرا كثير كثير لكم. شكرا لاي شخص متابعني على الانستغرام، كثير بحبكم كلياتكم، بدي انا كمان اتابعكم كلياتكم. يلي عم يتابعني اللي مسوي لي فولو بدي كمان اسوي لكم فولو، بس للاسف يعني في كثير فما بقدر. المهم اسفة، بس يعني المهم كثير بحبكم، شكرا كثير والله. speechless يعني راح الكلام، عرفتوا؟ المهم فالمهم زي ما قلت لكم كمان حطوا لايك، كمان طبعا اشتركوا بالقناة ما تنسوا. اوكي، فاشتركوا بالقناة مشان نوصل ل 200,000 مشترك، لا مو 200,000، يعني بس 150,000، ولو بس 150,000 يعني بهي السنة هاي، يعني قبل نهاية 2022، فليش ما نوصل يعني ل 150,000 مشترك على اليوتيوب؟ ضايلنا بس 10,000 فولورز، يعني اقصد سبسكرايبرز، فليتس جو، وي كان دو ات. المهم فطبعا يا جماعه الهديه هي شهاده. اوكي، الهديه يا جماعه هي شهاده. اعرف انتو يعني في كتير اشخاص اولريدي بيعرفون، بس يا جماعه اليوم رح اقولكم الطريقه الصحيحه والسهله كيف تكتبون اسمكم بالشهاده وتحصلون على الشهاده بالحياه الواقعيه. فالمهم طبعا هالشهاده الكل بيقدر يحصل عليها، فرح طلع لكم طبعا هون صوره تبع الشهاده اللي انا يعني كتبت فيها اسمي، كتبت فيها اسراء. فطبعا الشهاده الصراحة ما بعرف من وين بدي بلش، بس المهم هاي طبعا جماعة شهادة بي كي اكس تي شاركوها معنا بالانستغرام للكل، يعني هيك سوي يعني هيك رابط اللي رح اترك لكم اياه على فكرة بصندوق الوصف، يعني رابط بخليك انك يعني تحصل على هاي الشهادة، ويعني كذا مكان الاسم بيكون فارغ. اوكي، مكان الاسم بيكون زي هيك يعني فارغ ما فيه ولا اشي، وانتو بتكتبوا الاسم تبعكم. فانا اللي رح فرجيكم اليوم رح فرجيكم انه كيف تكتبون فيها اسمكم، وطبعا زي ما انكم شايفين الادمن يعني سوى التوقيع تبعه فيها، والاي اي كمان، وكمان طبعا يعني هالشهادة هاي يعني بمناسبة انه زيرو جرافيتي كثير قرب، فيعني بهاي الشهادة هاي يعني كأنه تقديرا للمجهود تبعنا بتحديث الزيرو جرافيتي، يعني بتحديث انعدام الجاذبية اذا ما بتعرفوا. المهم يعني هيك تقديرا للتعب تبعنا الفريق الازرق والاحمر، يعني مشان انه شاركنا، يعني مو ضروري يعني تقديرا للجهود المجهود تبعنا، لا هو يعني تقديرا، ويعني لانه لعبتوا وشاركتوا في زيرو جرافيتي تبع هاي السنة. او ماي جاد، ما بعرف انا ليش قاعدة بلعب هلا فلورين رينز هاللعبة هاي، رغم عن انه خلصت تحديث. على فكرة يا جماعة شو رأيكم باللبسة تبعي اليوم؟ كثير حلوة يا جماعة، خبروني تحت التعليقات اذا بتحبوا الستايلات تبعي ولا لا. انه بيك اكس تي يعني كل يوم بجيب لكم لبسة جديدة وبسوي ستايل كثير حلو، شو رأيكم يا جماعة؟ واو، يعني انا بحب ستايلاتي الصراحة، فانتوا شو رأيكم؟ خبروني تحت التعليقات. وعلى فكرة ما تستغربون من شعري، امبارح صبغته باللون الاخضر، ما بعرف ليش، بس المهم يعني كذا صبغته باللون الاخضر، وان شاء الله لما يقرب يوم العيد يعني ان شاء الله تقريبا اعتقد بكره رح روح كمان على صالون الحلاق مشان اني ارجع شعري للون الاسود، يعني اللون العادي، ما حبيت هذا اللون كثير. بس المهم رح فرجيكم صور تبعي امبارح لما كنت عم بصبغ شعري باللون الاخضر بصالون حلاقه. فليتس جو، طبعا امبارح نزلت لكم صور، ثلاث صور تقريبا اللي عندهم علاقه بانه صبغت شعري. شوفوا شعري. اوكي، شوفوا الصوره الاولى يعني كنت هيك حاطه اشي فوق راسي، يعني كانه ما بعرف صراحه شو اسمه، بس المهم هدول الاشياء حطيتهم براسي، ويعني لانه صبغت شعري. بعدين
هيك يعني لسه قاعدة بصبغ شعري، شوفوا هيك. بعدين تدا صبغت شعري هون، طبعا كان الليل وطلعت من صالون الحلاقة، بس هيك طلعت من صالون حلاقة، وبالباب تبع صالون حلاقة تصورت الصورة هاي مشان اني انزلها فرجيكم انه تعدى صبغت شعري. وهون طبعا بس قبل شوي كنت عم بلعب بيكي اكس دي ونزلت لكم هالصورة هاي تعبيرا لانه ما بعرف بس كده مشان فرجيكم ملابسي. هاي كمان صورة صراحة كثير حبيتها، يعني مو عشان الملابس بس، المهم شوفوا صراحة جد ملابسي يعني ستايل وهيك كثير بحبها. يس المهم خلينا نشوف، عندي كثير بوستات، فبنصحكم انكم هون تفوتون عندي لبيكي اكس دي وتكتبون اسراء جيمر رقم 000، يعني 3 أصفار، يعني 0 0 0، بعدين هيك تتفرجون على الصور اللي عندي بتطبيق يوني، تحطولي عليهم لايك وكمان فولو على حسابي تبع يوني، وبس هيك. يعني صراحة كثير يعني بحب يعني البوستات تبعي على تطبيق يوني، كمان بحب صراحة بوستات كل الأشخاص بيوني، يعني كده بستمتع بهالإشي، يعني إنه بتفرج على الناس شو عم تسوي باليوم تبعها وهيك. المهم فهلا طبعا يا جماعة رح نروح وأفرجيكم كيف نكتب اسمنا على شو اسمه على الشهادة. طبعا انتو فيكن تكتبوا بأي تطبيق بتكون، يعني أي تطبيق، تخيلوا حتى من تطبيقات مونتاج الفيديو بتطلع حلو، حتى من الواتساب تخيلوا فيكن تكتبوا الاسم حتى من الواتساب، يعني فيكن تكتبوه بالتطبيق اللي بتكون. كمان بنصحكن بالآيبس بنت أكثر شيء، كمان بتطبيقات تصميم الفيديوهات، فالمهم كمان تصميم الصور، فيب يعني كثير سهل، it's not a big deal مش عنه نكتب اسمنا على الصورة. فا اوكي انا يا جماعة هستخدم كاين ماستر، اذا بدكم هالنسخة اللي عندي قولوا لي تحت التعليقات. المهم فهذا يا جماعة مو هو التطبيق الوحيد اللي عم بستخدمه يعني مشان اصمم الفيديوهات تبعي، مشان اسوي ايديت الفيديوهات تبعي، بس يعني بدي اكتب فيه لانه فيه هيك خطوط حلوة ومناسبة وكثير فيه خطوط. فالمهم اول شي يا جماعة لازم انه نفوت على الرابط اللي رح اترك لكم اياه بصندوق الوصف، بس هيك روحوا صندوق الوصف رح تلاقوا مكتوب رابط الشهادة، اوكي رح تكبسون على الرابط، بعدين رح تلاقوني يا جماعة صورة فيها شهادة رح افرجيكم كيف. شوفوا يا جماعة طبعا بس هيك انا اخذت هاي الصورة، طبعا هي على شكل PDF. المهم روحوا على صندوق الوصف وراح تشوفوا كيف يعني. المهم بعدها يا جماعة زي هيك بتكون ليكو، هون مكان الاسم فارغ مكتوب فيها طبعا Zero Gravity Certificate of Participation، بعدين Participation's Name، يعني انه مكتوب فيها انه شهادة Zero Gravity مشان المشاركة، او شهادة المشاركة في Zero Gravity. بعدين بقولوا تحت PKXT Universe certifies that you have successfully participated in the most epic pickaxe championship the zero gravity 2022. فا اوكي يعني بقولوا انه مشان انك شاركت بزيرو جرافيتي. المهم زي ما قلت لكم فهلا طبعا رح تكتبوا اسمكم، فانا اوف كورس رح اكتب اسمي اللي هو اسراء، بعدين رح اختار لون مناسب، انا رح اختار اللون الازرق، اوكي مو ازرق لا هختار اسود، اوكي اسود لانه حلو. بعدين رح تختاروا يا جماعة الخط اللي انتو بدكم، فانا حختار هذا الخط لانه بيظهر كانه كتابة حقيقية، زي ما اذا انتو لا ويت اذا لاحظتوا يا جماعة هون انه الادمن هون كاتب اسمه، شوفوا يعني ظاهر كانه كتابة حقيقية تخيلوا، فاينا والخط الحقيقي، فانا هذا اللي بدي. فلك يا جماعة طبعا الاسم كيف طالع، حاول هيك كبره شوي، رح اضيف عليه شوي شادو زي هيك يعني ضل بس شوي، اوكي رح احطه هيك اصغر شوي، بعدين بدي اشي بيت بدي اشي وين 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 او ماي جاد وين موجود اللي بيخلي اشباع الكتابة كده شوي او ماي جاد بفونهم، يعني بتخلي يا جماعة طبعا الكتابة شوي متباعدة، ايوه بس ما بعرف وين راحت، او ماي جاد. المهم خلينا نشوف هاي بلندن شو هي، او ماي جاد نو ما رح اخليها بس نورمال، اوكي بس هيك طبعا في كثير خطوط على فكرة هون كمان،
يعني الخط اللي بدي، فمتى رح اختار هذا الخط كمان؟ اوه ماي جاد، شفت في كثير خطوط فيني اكتبها زي ما بدي، لهي يعني هيك اسرع، ففيني اكتبها هيك كمان. واو اوكي، خلينا نشوف هذا الخط. اوه هذا الخط حلو، بس ما انه مبين كثير، بس انا رح اخليه يبين. اوكي انا رح اخليه يبين، فاسوي شوي اوتلاين زي هيك كانه، وتدا صارت هلا ظاهري كثير منيح. المهم في كثير يا جماعة خطوط كثير حبيت. اوه ماي جاد، هي عادي هالخط. بس هيك هاد الخط. المهم بصراحة اكثر خط حبيته هو الخط الاول، انتو شو حبيتوا؟ في طبعا هاد اللون، هاد الخط اللي هو انه اسمه دنسي سكريبت ريجولر، في كمان دنسي سكريبت بولد. اوكي فانا حبيت البولد اكثر. انتو يا جماعة خبروني شو عنكن، ففيكن تضيفوا كمان يا جماعة انه التوقيع تبعكن او اي شيء. فا يس يعني هون ليكو، هون الاي اي هون موقع وهون الادمن موقع. اوكي فانا كمان اذا بدي بقى احفرجيكم كيف. اوكي هذا توقع، لا لا مو هاد، ويت افرجيكم كيف هيك. غريب صح؟ اوكي زي هيك، والله غريب، لازم اتدرب على هكذا، هيك هيك هيك. او ماي جاد لا مو هيك، هيك اوكي كانه سين بعدين تدا. المهم امزح، اوف كورس ما راح نضيف يعني التوقيع، مفكري ما امزح هذا يعني توقيعي الحقيقي. المهم لسه ما قررت. امزح امزح. المهم فبس هيك يا جماعة، بعدين او ماي جاد بعدين رح تسألوني كيف هلا تصير عنا هاي الصورة هاي، لأنه أنتي إسراء خبرتيني إنه هاي الشهادة فيها تصير عندي بالحياة الواقعية، فايش رح اسوي؟ رح تكبسون هون على هذا الاشي اللي هو هذا الاشي، بعدين رح تكبسون على capture and save. اوكي يعني بعدين هون رح تطلع لكم هالاشي انه current frame captured as storage مدري ايش مدري ايش مدري ايش، يعني الصورة خلص تنزلت عنا. اوكي هلا الصورة تنزلت عنا بالموبايل، بعدين يا جماعة الصورة فيكم انكم يعني تروحوا عند ما بعرف صراحة وين، بس المهم في مكان مخصص يعني بالحياة الواقعية بتبعت لهم الصورة وهن يعني بيسوولك ياها على شكل يعني كأنه ما قاعد نسيت شو اسمها، بس المهم يعني بيسوولك ياها على شكل ورقة حقيقية، يعني هي فيها تصير عندكم ورقة حقيقية، وانا ما بعرف صراحة بس يعني هل اسوي هاي شهادة عندي حقيقية او لا، بس المهم اذا بدكم اني اوكي اوكي. فالمهم طبعا بس هيك هاي الصورة، خبروني اذا انتو سويتوها ولا لا. يا جماعة زي ما قلت لكم باول فيديو انه فيكم حتى لو تكتبون الاسم بس من الواتساب وراح تصير حلوة، تخيلوا لانه الواتساب كمان فينا نكتب فيه، وكتير تطبيقات صراحة يعني مش ضروري تستخدمون شيء انه واو هيك، كمان من الايبس بنت اللي اوريدي شرحت لكم اياه فيكم كمان تستخدموه، يعني زمان بالفيديو تبع انه كيف تصنع تي شيرت تبعك هذاك التطبيق نفسه يعني فيك تسوي فيه كمان يعني اينا تكتبون فيه كمان الاسم تبعكم هون وبس هيك صراحة اعتقد بس هيك. فخبروني انتو كمان تحت التعليقات اذا انتو كمان سويتوا السيرتيفيكيت تبعكم ولا لا. بس وبس هيك طبعا هخلص هذا الفيديو. ويا جماعة بس للمعلومة انه هذا الفيديو صورته قبل ما ينزل تحديث الصيف، فبس نفس الاشي يعني ما في ولا اشي متغير، يعني بس الشكل تبع اللعبة بس يعني الشهادة لساتها موجودة. فهلأ مع انه خلص تحديث زيرو جرافيتي فلازم انه نخلص تحديث مع اشي يضل عنا تذكارية اللي هي هاي الشهادة، بشايك هذا الفيديو اعتقد انه مهم صراحة، والشهادة مهمة حتى لو يعني بس هيك تضل عندكم بالصورة بالموبايل كثير مهمة زي ما انا هلا سويت. وبس بتمنى انكم تكونوا يعني استفدتوا هيك، وبس هيك بحبكم كثير وحتى لايك الفيديو لانه بس هيك رح اخلص هذا الفيديو، بحبكم كثير وباي.